السلام عليكم. اليوم مع وصفه امواتكم بهاد الخبيزات ساهلين، زوج كيسان فرينه داروا لي هاد الكميه كامله، مقادير قليله، يعني بلا ما كاش حشو تجهزيه ولا غير عجينه، كميه تاع الفورماج، كميه تاع لا كريم فريش، وحنا حضرنا هاد الخبيزات تحفه تحفه تحفه. يلا ما عليك غير تبعي للاخير باش تعرفي كيفاش حضرت هاد الخبيزات تاع نهار اليوم. اذا بالنسبه للعجينه واش فيها؟ عندي زوج كيسان فرينه. اذا العجينه راح ندير فيها زوج كيسان فرينه، اللي تحب تضاعف المقادير ضاعفي المقادير. اذا زوج كيسان فرينه اللي رايحه ندلهم، نزيد عليهم غير فاس صغيره نتاع خميره الخبز، ونزيد عليهم غير فاس صغيره نتاع السكر، المواد الجافه، نخلطهم هكذا مع بعض. من بعد ندير عليهم غير فا كبيره نتاع حليب غبره. دوك هنا مثلا ما عندكش حليب غبره، واش ديري؟ لمي العجينه تاعك بالحليب دافي. انا حندير غير فا تاع حليب غبره ونلمها بالماء دافي. اذا راح نزيد عليهم كميه نتاع الملح اللي هي بالتقريب نص غير فا صغيره نتاع الملح، وندير عليهم غير فا صغيره مرمره مليح تاع مارغرين. هذا العجينه تجي بزاف خفيفه هكذا، مغرفه صغيره نتاع لا مارغرين تكون كافيه. ونبدا نخلط المقادير مع بعض، ونبدا نلم فيها بالماء اللي يكون دافي. ندير الماء كما سبق وذكرت، ما عندكش حليب غبره لمي العجينه نتاعك بالحليب. اذا نبقى نزيد في الماء حتى تسلم لي العجينه. اذا هنا بعد ما لميت العجينه نتاعنا ندلكها غير في الريسيبي ونديها ونجيبها، لانه ماشي بزاف العجينه، حاجه قليله زوج كيسان فرينه. شوفوا القوام تاع العجينه يكون شويه يتلصق هكذا باش تجينا هاد الخبيزه تجونا خفاف وما يجوناش يعني مدكسين. اذا ندخل مليح مليح هاكا، ندلكها غير في الريسيبيون تاعنا، نديها ونجيبها واحد زوج دقايق. من بعد ندلها شويه نتاع الفرينه هكذا باش نلمها هكذا، ونلمو العجينه تاعنا، يعني الفرينه رايحه تعاوننا. ولا لميتيها شويه ناشفه ديري لها شويه نتاع الزيت. اذا ها هي العجينه معنا، نحي كامل هاد العجينه في يدي ونلويها مليح. من بعد ما لميتها نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الاقل هكداك واحد النص ساعه، راح تكون كافيه باش العجينه تاعنا تخمر ونبداو نخدمو بها. كي خمرت لي العجينه خليتها 30 دقيقه في مكان يكون دافي، لانه هاد الايامات راه البرد. دوك نحكم العجينه تاعنا، نحيها من الغيسيبيون، شويه فرينه في البلون تاعنا تاع الدخافاي، ونحط هذيك العجينه نرفدها ونحطها. لازم نستعملوا الفرينه لانه العجينه بزاف خفيفه. ندلها شويه فرينه على الوجه نتاعها ونفتحها بالحلال، ودائما يعني نشوف ما تكونش لاصقت لي من تحت. ندير هكذا شويه فرينه ونقلبها للجهه الاخرى ونفتحها، تكون سمك يعني ماشي خشينه بزاف ومشي رقيقة. بعد ما فتحتها نحكم هكذا طابع دائري، دوك الحجم اللي حبيتيه، ونقطع هكذا دوائر، انا ما حبيتهمش كبار بزاف باش يجونا خبيزات بزاف شابين. اذا نطبع كامل الحبات اللي عندي يعني على حسب العجينة، اذا ها هما معنا، ونفدهم نديرهم في سنيوة. درت لها هكذا ورق الطهي، شوفوا السمك تاع العجينه كي تخمر لنا جينا هذيك هي. اذا نحطها هكذا في سنيوه نستفها، ونعاود نلم العجينه ونعاود نحلها ونعاود نطبعها بنفس الطريقه. بعد ما كملت وعمرت السنيوه، هنا عندي لا كريم فريش الخاصه بالحلويات، علبه واحده يعني مش راح نديرها كامله، يا ربي ندير
زوج مغارف كبار ولا نفتحها. هي تجي يعني ثقيله، نحكمها هكذا وندير ديجا هنايا كثرت بزاف، وندير هكذا طبقه تجي هايله هاد الخبيزات. غير شويه طبقه خفيفه فوق كل خبيزه، هكذا تاع لا كريم فريش. اذا ندير نمشي هكذا شويه شويه. لا كريم فريش تاعي خرجتها من قبل من الفريجيدار هكذا باش ما تكونش بارده. اذا ندير فوق كامل الخبيزات اللي عندي. بعد ما كملت ودهنتهم شوفوا شحال استعملت، يعني ميم با ربع نتاع العلبه. يا ربي واحد المغرفه كبيره فقط اللي استعملتها. بعد هنا عندي كميه تاع الفرماج رابي اللي رايحه ندير كل شويه فوق حبه هكذا شويه شويه راح يذوب. اي نوعيه تاع فرماج تحبيها، لكن انا نستعمل الشيدر، يعني يعطينا انغو شباب ومنظر، يعني كي يتحمر يذوب ويتحمر يعطينا لون بزاف شباب مملح حتى والو. اذا ندير هكذا شويه شويه، يعني ميم فرماج رابي ما نحتاجوش بزاف، ندير هكذا شويه شويه كامل نعمرهم وندخل من الفرن اللي كنت سخنته من قبل على 190 درجه يطيبوا يتحمروا ونخرجوا. هذا وين طابوا الخبيزات يبردوا غير شويه ونقدموهم. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده، بعد ما خرجتهم من الفوق طابوا تحمروا جاو هايلين. يعني هالو تقدري ترافقيهم او جاي شهر رمضان ان شاء الله الا كنا ملحيين في بلاصه البورك ما يشدوش اليد بالخف، ديروا مع سوب مع شريبه تحفه، حاجه خفيفه وعلى السريع ما يجوك الضياف راح يحمروا لك وجهك. شوف كيفاش طابوا لنا، ها هي وحده منهم، ويجوا خفاف خفاف خفاف. ها هما معنا، نقسم لكم حبه هكذا باش تشوفوها عن قرب كيفاش جاتنا. بسم الله العجينه بزاف خفيفه، وهذاك الفرماج وهذيك لا كريم فريش، شوفوا العجينه تحسيها قطنيه. يلا ما عليكم غير تجربوا الوصفه، راني متاكده انها راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.